التعريف بالتنوع الثقافي والحضاري والفني والتراثي والتاريخي والمقومات الطبيعية والجمالية ونشر الثقافة السينمائية والترويج لسلطنة عمان محليا وخارجيا عبر المسرح والسينما واكتشاف المواهب الواعدة في مجال صناعة الأفلام والتأليف والإخراج أهم أهداف مهرجان الظاهرة السينمائية الدولي الأول الذي تنظمه الجمعية العمانية للسينما في دورته الأولى. أنا هذا المهرجان الأول للسينما أكيد بيكون حافز كبير لخروج الفنانين والمخرجين والمعدين والمهتمين في السينما. 77 فيلما من 19 دولة توزعت بين الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك إلى جانب الأفلام الترويجية تتنافس في فعاليات المهرجان. طبعا عمان بلد الحضارة والثقافة والتاريخ الممتد في والموغل في القدم، فحين تقيم مهرجان سينمائي في منطقة عبري بالذات، فهذا يعني تعرفنا من خلال فقط وجودنا بعبري على تاريخ جديد ما كنا نجهل البعض أو الكثير منه. من خلال مشاركتي في هذا المهرجان تعرفت على التنوع الثقافي في عمان وبساطة التعامل مع الناس، وأنا ممتنة لوجودي هنا في هذه البلاد. وتجوب الأفلام المشاركة دور العرض في ولايات المحافظة الثلاث بالإضافة إلى إقامة معرض يسلط الضوء على علاقة الفنون التشكيلية بالسينما يضم أكثر من 50 عملا فنيا ومجسما. ويصاحب المهرجان إقامة العديد من الفعاليات والندوات في المجالات الثقافية والأدبية والفنية إلى جانب زيارات ميدانية للعديد من المواقع السياحية والطبيعية. محمد بن سعيد العلوي، محافظة الظاهرة.